السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في الشابتر رقم 5. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Analysis of Structures and Forces in Beams. طيب المحتوى متاع الشابتر هذا حتكون يعني المحاضرة رقم 3 اللي حنشوف فيها Analysis of Machines، وحناخد Sample Problem يعني مثال بسيط على ذلك. حنبدأ بشرح Analysis متاع Machines. يعني التعريف متاع Machines هي هياكل، الهياكل هذه يكون فيها يعني أجزاء متحركة، والأجزاء هذه صنعت علشان تحول أو تغير القوى. مثلا لو نأخذ مثال الزرادية، الزرادية طبعا نعطيها قوة يعني external forces اللي هي ال P وال minus P اللي هي قوة اليد، علشان تحولها إلى قوة تكون أكبر قيمة اللي هي ال Q طبعا علشان نقطع مثلا الجسم هذا. لو نحلل القوة هذه حنلاقي أربع قوى اللي هي نفسها طبعا ال P وال minus P وال Q وال minus الكيو. الأعضاء اللي تكون منها أو الهياكل اللي تكون منها الزرادية هذه اللي هو الجزء الأول اللي هو هذا، طبعا هنا في نقطة التقاء حتكون يعني الـ AX والـ AY. الجزء الثاني اللي هو نفسه سيمتريك يعني حيكون الجزء هذا. حنبدأ يعني بشرح المثال هذا. المعطيات متاع المثال بيعطيك هذه ماشين، طبعا الماشين هذه فيه قوة خارجية اللي هي 45 كيلو نيوتن. 45 كيلو نيوتن موزع إلى قوتين يعني هم نفسهم، يعني هنقسمهم إلى 22.5 كيلو نيوتن في الناحية هذه و 22.5 كيلو نيوتن في الناحية هذه. يعني السؤال يعني هنشتغل على الجزء هذا اللي هو ADF، يعني التانك ADF. هنجيب القيمة متاعت القوة الخارجية هي في النقطة D وفي النقطة F، يعني في النقطة D في الكونكشن D وفي النقطة F هذه هنجيب قيمة القوة F. هذا هو السؤال. طبعا هنجيب الرسمة متاع الفري بودي دياجرام متاع المثال هذا اللي هي يعني هنرسم فيها كل القوى. طبعا هي تتكون من ثلاثة أعضاء، العضو الأول اللي هو هذا اللي هو هذا كله، والثاني اللي هو هذا، وهذا الثالث. لكن احنا هنشتغل على الجزء هذا زي ما هو موجود في السؤال اللي هو الـ ADF. طبعا في النقطة A اللي هي نفسها النقطة هذه، النقطة D اللي هي هذه، والنقطة F طبعا اللي هي هذه. طبعا في النقطة F عندنا قوتين اللي هي FX والFY. في النقطة D هي نفسها القوة CX، يعني طبعا في الاتجاه هذه حتكون minus CX والاتجاه هذا هو CX. والقوة في الA طبعا حتكون قيمة القوة اللي هي 22.5 كيلو نيوتن. طبعا هنستعمل القانون الأول اللي هو سيجما MF تساوي صفر، يعني مجموع العزوم حول النقطة F حيكون صفر. لو بدينا بأول قوة اللي هي FX والFY حتكون العزم متاعها صفر. ليش؟ لأنها تمر من النقطة F. بالنسبة للقوة هذه طبعا هذا هو المحور متاعها وهذه هي النقطة. طبعا المسافة العمودية اللي هي هذه اللي هي نفسها طبعا هذا هو محور القوة، وهذه المسافة العمودية يعني حتكون 100، يعني حنضرب 100 اللي هي المسافة في قيمة القوة. طبعا اللفة حتكون في الاتجاه هذا، يعني العزم حيكون في الاتجاه هذا، يعني حيكون نفس اتجاه عقارب الساعة، عشان كده في ماينس. بالنسبة للسي اكس طبعا هذه هي القوة هي ماينس سي اكس. لو اخذنا السي اكس اللي هي نفسها العكس متاحة، يعني تكون في الاتجاه هذا، طبعا هذا هو المحور متاحة، هذه هي المسافة العمودية اللي هي 75 زي ما هم شايفين هنا. يعني حنضرب 75 في السي اكس. لكن لو أخذنا CX ماوس ماينس CX طبعا حتكون الاتجاه متاحة حيكون يعني حسب الرسمة هذه يعني عكس عقارب الساعة حتكون بلس. طيب من خلال نكتبها كلها تساوي صفر. طبعا المجهول الوحيد في المعادلة هذه اللي هي CX. CX على طول تساوي 30 كيلو نيوتن. بعدين سيجما FY القوة الموجودة على المحور Y اللي هي يعني عنا الـ FY، وعنا القوة الثانية الوحيدة اللي هي 22، يعني عندهم نفس الاتجاه، يعني حتكون العكس الـ FY حتكون ناقص 22.5 كيلو نيوتن. بالنسبة لقانون سيجما FX يساوي صفر، القوة الوحيدة الموجودة على المحور X اللي هي CX اللي هي ماينس لأنها عكس، والقوة الثانية اللي هي الـ FX، يعني حتكون ماينس CX ماينس FX تساوي صفر. على طول الـ FX تساوي يعني عكس السي اكس بتكون 30 كيلو نيوتن. بالطريقة هذه جبنا كل المجاهيل يعني متاع النقطة دي والنقطة اف. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل بقية الشرط.